بكم يا فور، النهارده هناخد اول درس لينا في التاريخ، بيتكلم عن معلومات تاريخيه. يعني ايه معلومات تاريخيه؟ يعني باخد معلومات من التاريخ، وهتكلم عن الانسان المصري قديما، ازاي قديما كان بيسجل مظاهر حياته كان او اخباره، يبقى كان بينقشها على ايه؟ كان بينقشها على الاحجار والفخار الى ان توصل الى معرفه الكتابه. يبقى كان بينقشها على الاحجار والفخار الى ان توصل الى معرفه الكتابه. بعد ما عرف الكتابه بدا بيسجل اخباره بالكتابه. طيب يبقى احنا طيب عرفنا اخبارهم دي منين؟ عرفناها من الاثار. يعني ايه اثار؟ يعني كل ما تركه لنا اجدادنا، كل حاجه تركوها لنا. زي ايه مثلا؟ زي الاهرامات. ممكن يجيب لي سؤال هنا ويقول لي يعني ايه اثار؟ اثار يعني كل ما تركه لنا المصريون القدماء، بتعبر عن حياتهم. ممكن يجيب لي سؤال هنا يا فور، وده سؤال جديد علينا السنه دي، بيقول لي اكتب المصطلح العلمي. يعني انا هقول لك جمله والجمله دي تقول لي مقصود بها ايه. طيب لما يجيب لي سؤال مثال مثلا كل ما تركه لنا اجدادنا القدماء ويعبر عن حياتهم، هي ايه؟ هي الاثار. هي ايه؟ الاثار. طيب كده عرفنا معنى الاثار. هندخل على تاريخ الانسانيه. تاريخ الانسانيه تقسم لعصور يا فور، عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخيه. قبل ما هبدا وهتكلم عن عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخيه، اقول الاول يعني ايه عصر. عصر يعني فتره زمنيه من التاريخ، ممكن تكون الفتره دي قصيره او طويله. يبقى العصر هي فتره زمنيه من فترات التاريخ، قد تكون طويله او قصيره. بتنقسم الى عصرين تاريخ الانسانيه، عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخيه. عصور ما قبل التاريخ هي الفتره الزمنيه التي عاش فيها الانسان قبل معرفه الكتابه. مره كمان يا فور، عصور ما قبل التاريخ هي الفتره الزمنيه التي عاش فيها الانسان قبل معرفه الكتابه. اول ما اشوف عصور ما قبل التاريخ اكتب على طول قبل معرفه الايه؟ الكتابه، عشان يسهل علينا التعريف. يبقى عصور ما قبل التاريخ يبقى قبل معرفه الكتابه. طيب العصور التاريخية هي ايه؟ هي الفترة الزمنية التي عاش فيها الانسان بعد معرفة الكتابة. يبقى قبل التاريخ قبل، عصور تاريخية بعد. عصور التاريخية مرة كمان يا فور، عصور التاريخية الفترة الزمنية التي عاش فيها الانسان امتى؟ بعد معرفة الكتابة. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي اكتب المصطلح العلمي، ولسه قايلها دلوقتي اكتب المصطلح العلمي، انا هيجيب لي تعريف، والتعريف ده يقول لي مقصود بتعريف ايه. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي اكتب المصطلح العلمي، هي الفترة الزمنية التي عاش فيها الانسان بعد معرفة الكتابة. هي ايه يا فور؟ اكتب جنبها عصور تاريخيه. اما لو جاب لي سؤال ويقول لي هي الفتره الزمنيه التي عاش فيها الانسان قبل معرفه الكتابه، حددها لي اهو، قبل معرفه الكتابه يبقى عصور ما قبل التاريخ. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي ده علامه صح او غلط، العصور التاريخية هي الفترة التي عاش فيها الإنسان قبل معرفة الكتابة، يبقى الإجابة خطأ، العصور التاريخية بعد معرفة الكتابة مش قبل معرفة الكتابة. تمام كده هنتكلم عن عصور ما قبل التاريخ. هناخد كل عصر ونتكلم عليه لوحده. عصور ما قبل التاريخ هي ايه وازاي انقسم العصور ما قبل التاريخ، وهنتكلم برضو عن العصور التاريخية. عصور ما قبل التاريخ بينقسم الى 3 عصور. رقم 1 عصر حجري قديم، رقم 1 تاني عصر حجري قديم، رقم 2 عصر حجري حديث وعصر المعادن. عصر حجري قديم، عصر حجري حديث وعصر المعادن. وزي ما احنا شايفين يا فور، عصر المعادن ينقسم الى عصرين، عصر النحاس وعصر الحديد. خلي بالك بس عشان نبقى متفقين مع بعض، لما اقول لك عصر حجري قديم اعرف على طول ادوات الانسان كانت من الحجر. اما قلت لك لو قلت لك عصر النحاس يبقى ادوات الانسان من النحاس، لو من حديد نفس القصه من الحديد، علشان بس ما نتلخبطش. يبقى انا عندي 3 عصور في عصور ما قبل التاريخ، عصر حجري قديم، عصر حجري حديث وعصر المعادن. طيب هنتكلم عن كل عصر. عصر حجري قديم ادوات الانسان، لسه قايله ادوات الانسان من الايه؟ من الحجاره. استخدمه كما استخدم الحجارة كما هي وحاول نحتها ببساطة، يبقى أدوات الإنسان كانت من الحجارة ويستخدمها كما هي وحاول نحتها ببساطة. أما العصر الحجري حديث أدوات الإنسان نفس القصة من إيه؟ من الحجارة، بس قام بنحتها بدقة وتوصل إلى الصناعة. اسمها صناعة إيه؟ صناعة الأواني الفخارية. استخدم الأواني الفخارية في إيه؟ استخدمها في طهي الطعام وحفظه. ممكن هنا يجي يلخبطني ويقول لي ده علامة صح أو غلط، قام الإنسان بصناعة الأواني الفخارية في العصر الحجري القديم. أنا لسه قايلة يا فور الأواني الفخارية قام بصناعتها في إيه؟ في العصر الحجري الحديث مش العصر الحجري القديم.
تمام كده عرفنا الفرق. يبقى عصر حجري قديم أدوات الإنسان من الحجر، وحاول أن أحكيها ببساطة. أما العصر الحجري الحديث أدوات الإنسان برضو من حجارة، بس قام بنحتها بدقة وتوصل إلى صناعة اسمها إيه؟ اسمها الأواني الفخارية. ممكن يجيب لي سؤال هنا يا فور، وده سؤال جديد معانا السنة دي، ويقول لي بما تفسر قام الإنسان المصري القديم بصناعة الأواني الفخارية؟ قام بصناعة الأواني الفخارية ليه؟ عايز السبب. أنا قلت بما تفسر يعني ليه؟ عايز السبب. قام بصناعة الأواني الفخارية ليه؟ لطهي الطعام وحفظه، لطهي الطعام وحفظه. كده خلصت العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث وعرفنا الفرق ما بينهم. هنتكلم على العصر التالت وهو ايه؟ عصر المعادن. هي قايله عصر المعادن بينقسم الى عصرين، عصر النحاس وعصر الحديد. عصر النحاس وعصر الحديد. عصر النحاس انا لسه قايله من شويه، عصر النحاس يبقى ان الانسان ادواته كانت من ماده ايه؟ كانت من ماده النحاس، وكان كثير جدا النحاس في شبه جزيره سيناء، وكان الانسان المصري القديم بيستخدمه في ايه؟ في صناعه الادوات. يبقى عصر النحاس ادوات الانسان من ماده النحاس استخرجوا، وكان كثير جدا استخرجوا الإنسان المصري، وكان كثير جدا فين؟ في شبه جزيرة سيناء، واستخدمه الإنسان المصري القديم في صناعة الأدوات. كده خلصت عصر النحاس، هدخل على عصر الحديد. عصر الحديد أدوات الإنسان احنا متفقين من إيه؟ من مادة الحديد، من الحديد. استخدم الأدوات الحديدية دي في إيه؟ في أعمال كثيرة. يبقى أنا قلت عصر الحديد أدوات الإنسان من الحديد، واستخدم الأدوات الحديدية في أعمال كثيرة. يبقى أنا كده قلت إن عصور ما قبل التاريخ بتنقسم إلى ثلاثة عصور، عصر حجري قديم، عصر حجري حديث، وعصر المعادن. وقلت عصر عصور ما قبل التاريخ هي الفترة اللي عاش فيها الإنسان قبل معرفة الكتابة. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي أكمل العبارة الآتية، استخرج الإنسان مادة النحاس من نقط من إيه؟ من شبه جزيرة سيناء. لسه قايلينها دلوقتي يا فور. يبقى النحاس كان كثير جدا فين؟ واستخرجه الإنسان المصري القديم منين؟ من شبه جزيرة سيناء. تمام كده خلصنا عصر حجري قديم وعصر حجري حديث وعصر المعادن. هنتكلم عن عصور التاريخية. العصور التاريخية لسه قايلينها من شوية، عصور التاريخية الفترة اللي عاش فيها الإنسان بعد ما عرف الإيه؟ الكتابة، بعد ما عرفت الكتابة. طب إيه الكتابة اللي توصل ليها الإنسان المصري القديم أو أجدادنا؟ هي إيه؟ هي كتابة اسمها الكتابة الهيروغليفية. الكتابة إيه مع تاني فور؟ كتابة الهيروغليفية. كانت استخدمها طبعا في تسجيل مظاهر حياته، في تسجيل أخباره. طيب كانت على شكل ايه؟ بدأت في شكل ايه؟ في شكل صور ورسوم. بدأت في شكل ايه؟ في شكل صور ورسوم. في شكل ايه تاني يا فور معايا؟ في شكل صور ورسوم. اسمها ايه؟ اسمها الكتاب الهيروغليفية. مرة كمان، الهيروغليفية. طيب ممكن يجيب لي سؤال هنا ويقول لي بما تفسر أهمية الكتابة الهيروغليفية؟ ايه السبب اللي خلى الكتابة الهيروغليفية مهمة؟ ليه مهمة؟ ليه؟ هقول له بسبب حاجتين. رقم واحد، وهي ساعدت المصريين في تسجيل أخبارهم وأحداثهم، ساعدت المصريين في تسجيل ما وصلوا إليه من تقدم، تقدموا في مجالات كثيرة زي إيه؟ زي طب، هندسة، فلك، كيمياء، والأدب. طب، هندسة، فلك، كيمياء، والأدب والعلوم. مرة كمان معايا فور. طب، هندسة، فلك، كيمياء، والأدب والعلوم. يبقى لما يجي يقول لي بما تفسر أهمية الكتابة الهيروغليفية، هقول له ساعدت في المصريين القدماء في تسجيل أخبارهم وأحداثهم، وساعدتهم في تسجيل ما وصلوا إليه من تقدم في مجالات كثيرة زي طب، هندسة، فلك، كيمياء، والأدب والعلوم. طيب كده أنا خلصت درسنا النهاردة يا فور، وكنا بنتكلم عن أهمية الآثار. ايه هي الاثار؟ واتكلمنا عن طبعا الاثار هي مهمه لانها بتاكد لنا او بتوضح لنا الاشياء اللي ايه؟ اللي تركوها لنا اجدادنا. هي كل ما تركه لنا اجدادنا من ايه؟ زي ايه مثلا؟ زي مثلا الاهرامات. يبقى الاثار مهمه. يعني ايه اثار؟ يعني الحاجات اللي تركوها لنا اجدادنا. وعرفنا معنى كلمه الاثار، والاثار طبعا مهمه ليه؟ بالنسبه للمصريين القدماء، وازاي عرفنا اخبارهم. واتكلمنا عن العصور، اتكلمنا عن عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية، وعرفنا الفرق ما بينهم. وازاي بينقسم عصور ما قبل التاريخ الى ثلاث عصور، عصر حجري قديم، عصر حجري حديث، وعصر المعادن. واتكلمنا عن العصور التاريخية وازاي الانسان المصري القديم توصل الى الكتابة، وهي الكتابة الهيروغليفية واهمية الكتابة الهيروغليفية. وبكده خلصنا درس معلومات تاريخية، وان شاء الله هنستكمل دروسنا في الايام القادمة ان شاء الله يا فور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.